أربعة أعوام على توقيع الاتفاق السياسي، وبانوراما تفرض تغطية حول الذكرى خلال يومها الإخباري. بن سودة تحذر حفتر من هجومه على طرابلس وتطالبه بتسليم الورفلي المطلوب للجنائيات الدولية. الجيش يصد هجوما لقوات حفتر مدعوما بمرتزقة روس فيما حور جنوب العاصمة طرابلس. من طرابلس اهلا بكم مشاهدينا الى النشرة السادسة من بانوراما. يمضي العام الرابع لتوقيع الاتفاق السياسي حاملا عدة محطات، منها ما كان تنفيذا للاتفاق وتفعيل بنوده، ومنها ما كانت عرقلة له وللأجسام المنبثقة عنه التي سعى بعضها لتحقيق التوافق. ومع كل ذكرى يظل النقاش ينصب حول قانونية استمرار الحياة بهذا الاتفاق من عدمه، أكثر من كونها فرصة لتحقيق الاستقرار وإنهاء الانقسام جمدت لأربع سنوات. في خطوة نحو إنقاذ ليبيا والخروج بها إلى بر الأمل بعيدا عن شبح الاقتتال، وقع ممثلون عن الأطراف السياسية الليبية بتاريخ 17 من ديسمبر عام 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر الاتفاق السياسي بمدينة صخيرات المغربية، والذي مثل طوق النجاة والفرصة التي قد تحقق استقرار البلاد. هذا الاتفاق نص على تشكيل حكومة وفاق وطني لمرحلة انتقالية لمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يقودها رئيس الحكومة فائز سراج، ونابع عن رئيسي البرلمانين المتنافسين في طبرق وطرابلس في مراسيم التوقيع، كل من محمد شعيب ممثلا لمجلس النواب وصالح المخزوم ممثلا للمؤتمر العام في طرابلس آنذاك. وحضر إلى جانبهما أكثر من 100 عضو عن النواب والمؤتمر العام. ورغم صعوبة المرحلة ومرور أربع سنوات على توقيع هذا الاتفاق ومحاولة العديد منع تنفيذه، إلا أن أطراف الحل ما زالوا متمسكين بتنفيذ بنوده من أجل ولادة واقع مغاير عن واقع الصراع على السلطة وحل القضايا العالقة بالحوار، ما يبعث الأمل من جديد لإمكانية وأد الفتن وإيقاف نزيف الدم وبناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة تولي اهتمامها بقضايا الشعب. فهل يشهد العام الجديد تنفيذ الأطراف الليبية لهذا الاتفاق والالتزام ببنوده لإنقاذ البلاد من الانهيار؟ قال عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب العدالة والبناء عبد السلام الصفراني الثلاثاء لبانوراما أن بنود الاتفاق السياسي كانت ستنقل ليبيا إلى المرحلة الدائمة الاستقرار باعتباره يتضمن خطوات واضحة لتوحيد المؤسسات. الصفراني أشار إلى أن تدخل بعض الدول عرقل تنفيذه، وكذلك الانقلابيون الذين نسفوا جهود البعثة الأممية في عقد ملتقى جامع يوحد الليبيين بإعلان الحرب على العاصمة طرابلس، موضحا أنه لا حل أو رؤية للحوار قبل إنهاء هذا العدوان. Thank you.
نبهت المحكمة الجنائية الدولية خليفة حفتر إلى إنهاء طرق بهجومه على العاصمة طرابلس، وحثته على تسليم محمود الورفلي المطلوب للمحكمة. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، حيث قالت أن عمل المحكمة في ليبيا لا يزال مستمر، لافتة إلى أنها في تقريرها الأخير المقدم إلى المجلس الأمن سلطت الضوء على حقيقة أنه لا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة ضد أولئك الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام بحقهم، والورفلي واحد منهم. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الثلاثاء تعليقا على توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا إلى أن ليبيا والحكومة المعترف بها دوليا الحق في عقد تحالفات واتفاقيات مع أي طرف. أضاف السراج خلال لقائه مع صحيفة لوسيل القطرية أن الحكومة تعمل في وضح النهار وفي ظل المواثيق والقوانين الدولية، ولن تجلب المرتزقة، لافتا إلى أنهم لن يدخروا جهدا في إقامة شركات حقيقية لصد العدوان على العاصمة طرابلس. أكد مجلس النواب تسخير كافة جهوده وتقديم كل التسهيلات لحكومة الوفاق الوطني لدعم الجيش في ردع العدوان، وأشار النواب في بيان له أنه لن يدخر جهدا في سبيل ملاحقة كل المتورطين في هذا العدوان ومحاسبتهم، إضافة إلى رفضه التام والقاطع لمشروع الانقلاب الذي يقوده خليفة حفتر، وشدد على ضرورة دحر العدوان وتحرير كافة أجزاء الوطن من سطوته وقمعه واستبداده بحسب بيان. وبالعودة لذكر الاتفاق السياسي، ينضم إلينا عادل بوغرين المدير التنفيذي لحزب العدالة والبناء. أهلا بك سيد بوغرين. بداية، كيف ترى دور الأحزاب السياسية في مواصلة دعم وتنفيذ الاتفاق السياسي بعد 4 سنوات على توقيعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذه الاتفاقية أو حول هذا الاتفاق السياسي، وهذه فرصة جيدة صحيحة حقيقة بعد 4 سنوات من هذا الاتفاق وما آلت إليه أحوالنا. الحقيقة واضح من السياق من السنوات الأربع التي مرت في هذا الاتفاق أن كان دور الحقيقة إضافة نوعية جيدة ما بعد فبراير بالأحزاب، يعني الآن المجتمع الليبي دخلت عليه إضافة نوعية جديدة هي موضوع الأحزاب، موضوع التنوع في الفكر، تنوع في العمل، تنوع في الأداء، تنوع في النخب. الآن خرجنا من بوتقة أخرى، كانت سابقة كان بوتقة القبلية والجاهلية، الآن دخلنا إلى المنظومة الحزبية وهي إضافة حقيقة أتمنى أن تستمر وتتطور كل الأحزاب حتى الوصول إلى الأداء الجيد لخروج بلادنا من أزمات نحن فيها إلى محطات أفضل إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب جدا يعني. نعم سيد عادل أبو جرين، ابقى معنا. ينضم إلينا محمد رعيد عضو مجلس النواب. أهلا بك سيد رعيد. بداية، بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاق السياسي، هل يمكن البناء عليها لاتفاقيات مستقبلية؟ مساء الخير، تحية لك وتحية كافة الضيوف والسادة المشاهدين. نعم. في الحقيقة الاتفاق السياسي يعتبر نقطة تحول من الفوضى اللي كنا فيها و تفرد مجموعة بالسلطة وانقسام سياسي، وهذا الاتفاق ساهم كثير جدا في لملمة الليبيين وحل الكثير من المشاكل. ربما بعض الناس يرى أنه الأمور لم ترجع كما كانت في السنوات 12-13، ولكن لابد أن نتكلم بأن الآن في تحسن كبير جدا بمجهود شارك فيه الجميع، والاتفاق السياسي له من الميزات الكثيرة التي جعلته يؤدي إلى استقرار نسبي في ليبيا. نعم، ابقى معنا سيد محمد. بالعودة من جديد إلى سيد أبو جرين. سيد أبو جرين، بالدور الذي أشرت إليه، كيف يمكن للأحزاب أن تكون أكثر فاعلية للخروج من أزمة البلاد عن طريق سلكتها بمجلسي النواب والأعلى للدولة؟ سيدتي الكريمة، بالنسبة للأحزاب على سبيل المثال هي متنوعة قياويا وجغرافيا، وبالتالي
أعضائها يعني من كل أقطاب المجتمع في البعد المكاني وفي البعد الفئوي والتخصصي، فبالتالي نخبة النخب ستكون تحت الحاصل الموجودة في الأحزاب، وبالتالي في العادة الأحزاب حتى تتفكك من بعد أسبوع سيظهر لك كثير من هذه النخب لأنها لم تبنى لا على قبيلة ولا على جهة ولا غيره. هذه واحدة. اثنان، الخبرات التي موجودة في الأحزاب من خلال منظومة العمل الحزبي دائما تخرج الأفكار وتخرج البدائل العملية، ولذلك في العادة من المؤتمر الوطني إلى يومنا هذا حتلاحظي أن الكتل التي لها علاقة بالأحزاب هي الأكثر مبادرة، هي الأكثر عقلية، هي التي لديها كثير من الأفكار، وبالتالي سوف تسبق الآخرين تيجي للنقاط التي ذكرتك إياها آنفا. نعم سيد عادل أبو جرين، ابقى معنا. سيد محمد حظوظ أو عذرا، لماذا لا يزال يعرقل العديد من النواب الاتفاق السياسي وكافة المساعي التي تلته بالرغم من إضفائه الشرعية عليهم؟ بكل تأكيد اتفاق، لأن بعد اتفاق سياسي ووجود مجلس النواب بطبرق وهيمنة حفتر وساتة هناك كانت لها دور كبير على مجلس النواب اللي اشتغل السنوات الماضية في طبرق بمعزل عن النواب ومعزل عن الديمقراطية، واللي بقى فيه حوالي 4 سنوات الآن بعد اتفاق سياسي لم يجتمع إلا ربما جلستين بالنصاب، وباقي الجلسات تدار ببعض الأحيان ب20 نائب أو ب10 نواب وتتخذ قوانين وقرارات تهم البلاد. هذه المشكلة والتعنت في المنطقة الشرقية خلى مجلس النواب لم يشتغل بشكل صحيح، وأيضا هناك العديد من الناس اللي لا تشتغل بمهنية ويهمها مصلحتها والسلبية التي أثرت على الكثير من النواب وعلى الكثير من المدن هي التي جعلت الأمور لا تسير بالشكل المطلوب. ولكن إجمالا الاتفاق السياسي جاء بعد فترة طويلة من النقاش ومن الحوار، ويعتبر نقطة جيدة وميزاتها أكثر بكثير من عيوبها، وبالتالي نحن سعداء بهذا الاتفاق السياسي ونتمنى أن يتم العمل به وتعديله إلى أن نصل إلى التصويت على أو انتخاب أقصد بالتصويت على الدستور وإصدار الدستور للبلاد حتى تشتغل بالشكل الدستوري والشكل التشريعي الصحيح كيف دول العالم الأخرى. نحن في ليبيا جميع وسائل الوحدة تجمعنا، ولكن للأسف تذكر الإقليمي ووجود ناس تبي الرجوع إلى حكم الفرد و نعم. طيب سيد رعيد حظوظ، نعم سيد رعيد حظوظ، مجلس النواب في أن يكون دافع لتنفيذ الاتفاق السياسي أو أي اتفاق ينبثق عليه أو ينبثق عليه تحديدا خاصة بعد انعقاده في طرابلس وفق ما نص عليه الاتفاق؟ والله احنا في طرابلس انعقد مجلس النواب بناء على الاتفاق السياسي وبناء على مادة 16 و17، ولكن جاء في ظروف صعبة حيث أن كثير من النواب عائلاتهم موجودة في مناطق تحت حكم العسكر، وبالتالي هم خايفين على ممتلكاتهم، خايفين على عائلاتهم، فكثير من النواب يرغب في الانضمام الى مجلس النواب طرابلس ولكن الى حد الان لم يتمكن. وهناك بالتاكيد نواب سلبيين ونواب حتى ربما ماسكين العصا من النص، هذا كله موجود، ولكن اجمالا مجلس النواب في طرابلس اذا ما انعقد باغلبيه، نحن انعقدنا ب المادة 16 و17 وهي لا تحتاج إلى نصاب، ولكن لازم قدام العالم وحتى قدام الشعب الليبي لازم يكون أغلبية مجلس النواب موجود داخل طرابلس حتى يكون هذا المجلس يمثل كل الليبيين. الآن مجلس النواب بطرابلس فيه أكثر من 70 نائب من مختلف أنحاء ليبيا، من أقصى الشرق، من الجنوب، من الغرب، من كل مدن ليبيا تقريبا موجودين النواب، ولكن لازلنا نطمح وعندنا أمل كبير جدا في جلسة الأسبوع القادم اللي يوم 23 هيكون فيه انتخاب هيئة رئاسة جديدة في مجلس النواب، ونتمنى أن أخوتنا النواب يحضروا الجلسة ويختاروا مجلس هيئة الرئاسة بشكل ديمقراطي، وإذا ما انعقد مجلس النواب في طرابلس بالأغلبية وبشكل صحيح سيساهم كثيرا في تغيير
المشهد في ليبيا، لأنه حيشتغل جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة، وبذلك يتم الكثير من الإصلاحات وكثير من الأمور التي تتعلق بعمل مجلس النواب مجتمعا مع مجلس الدولة وبمشاركة من المجلس الرئاسي، لأن هذه الأسهم الثلاثة هي التي انبثقت على اتفاق سياسي والتي يجب أن تشتغل على حد سواء لخروج بليبيا من الأزمة التي تمر بها. نعم، محمد الرعيد عضو مجلس النواب، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أيضا سيد عادل أبو جرين المدير التنفيذي لحزب العدالة والبناء، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الثلاثاء أن ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية لا يمت للعمل الدبلوماسي بصلة، وأحاديثه حول المجلس الرئاسي نوع من المراهقة السياسية. تعليق الوزارة جاء تعقيبا على تصريح أدلى به المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، الذي أنكر وجود المجلس الرئاسي على خلفية إصدار المجلس بيانا يدين حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استعداده للتدخل العسكري في ليبيا. جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج أثناء زيارته للعاصمة طرابلس دعم بلاده لحكومة الوفاق في سعيها نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، والجهود الأمم المتحدة في العودة إلى المسار السياسي والجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا أنه لا حل عسكريا في البلاد. من جهته شدد السراج على ضرورة دعوة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي لحضور مؤتمر برلين المرتقب دون أي إقصاء، مشيدا بدعم روما لحكومة الوفاق وبما تبذله من جهود لتتخطى ليبيا الأزمة الراهنة. وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء العاصمة طرابلس، حيث التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق قبل اجتماعه مع وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالا. وذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن دي مايو أكد خلال زيارته ألا حل عسكريا للأزمة الليبية، هذا ومن المقرر أن يلتقي لاحقا الوزير الإيطالي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لبحث تطورات الوضع في ليبيا، خاصة المتعلقة باتفاقية التفاهم الموقعة مع تركيا. صرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن تزايد الدعم الروسي للهجوم الذي يشنه خليفة حفتر من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس أدى إلى زيادة حصيلة الخسائر في صفوف المدنيين. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن السفير الأمريكي الاثنين قوله للصحفيين في تونس على هامش اجتماع الإصلاح الاقتصادي الليبي أن إدارة واشنطن تتابع بقلق بالغ التصعيد الذي يحدث في ليبيا والمنطقة جراء هذا القتال، مشيرا إلى أن الخيار العسكري ستكون نتيجته باهظة في أرواح المدنيين. قال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا يناير المقبل. وأضاف بيسكوف أن موسكو وأنقرة يجريان اتصالات يومية لحل الأزمة الليبية، وأن الاجتماعات والاتصالات القادمة سيتم التركيز فيها على مناقشة هذا الملف، مشيرا إلى أن الأزمة تتطلب محادثات ثنائية بين الرئيسين، مؤكدا موقف فروسيا الداعي إلى وقف القتال وإجراء حوار مباشر بين الأطراف الليبية. اعتبر المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر أن مشاركة مقاتلي الفاغنر الروسية جاء ضمن مساعي قلب المعادلة العسكرية لصالح خليفة حفتر. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إيشلر قوله أن العالم بأسره يعلم أن الإمارات ومصر والسعودية وروسيا قدمت دعم لحفتر، مشيرا إلى أن الأخير هو فاعل غير شرعي وفقا للاتفاق السياسي الليبي الموقع برعاية أممية، مضيفا أن مذكرة التعاون الأمني والعسكري ومذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية بين تركيا وليبيا اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين.
أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالا خلال استقبال نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الذي وصل طرابلس الثلاثاء أن مذكرة التفاهم الليبية التركية حول البحرية لا تمس بسيادة دول حوض البحر المتوسط. كما ناقش سيالا ودي مايو العدوان الذي يقوده خليفة حفتر على العاصمة طرابلس وتداعياته على المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي دي مايو رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. قال الناطق باسم مكتب الاعلام الحربي لعمليه بركان الغضب عبد الملك المدني ان قوات الجيش صدت الثلاثاء محاوله تقدم لقوات حفتر مدعوما بالمرتزقه الروس في محور الخلاطات. وابان المدني ان عناصر حفتر حاولت التقدم في محوري الكازيرمه والمطار وشنت هجوما مدعوما بقناصه الفاغنر وسيطرت على بعض تمركزات قوات الجيش التي استعادها في وقت سابق او خلال خطه عسكريه مدروسه. قال أمير غرفة عمليات عنزرة فيصل الدرهمي لبانوراما الثلاثاء أن قوات الجيش تستهدف عناصر حفتر بالمدفعية الثقيلة في محوري عنزرة واليرموك. أضاف الدرهمي أن قصف قوات الجيش الليبي دمر آليات واعتاد لعناصر حفتر. وقال أمير محور أسواني عبد الله سبيجا أن المحور يشهد مناوشات بسيطة بين الحين والآخر في حين يسود الهدوء محوري الرملة والطويشة. هذا وذكرت عدة مصادر لبانوراما أن حفتر يعتمد على الطيران المسيّر بشكل مكثف الثلاثاء. قال أمير قوة حماية سرت العميد النعاس عبد الله لبانوراما أن قصف الطيران المسير الموالي لحفتر على البوابة الغربية للمدينة بمنطقة القبابة الثلاثاء تسبب بسقوط شهيد واجب من أفراد القوة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة. ونفى النعاس الأخبار المتداولة عن تحشيد لعناصر تابعة لحفتر بالقرب من حدود عمل المنطقة العسكرية الوسطى، لافتا إلى أن القوة تقوم بتسيير دوريات من حين آخر في المنطقة وأنها مستعدة للتعامل مع كل من يحاول العبث بأمن المنطقة. تجر الإشارة إلى أن دوريات قوة حماية سرت تعمل على رصد حركة خلايا تنظيم الدولة بالصحراء وأي محاولات للمجموعات الموالية لحفتر زعزعة الأمن بالمنطقة. أيام وساعات معدودة كانت كفيلة بكشف زيف ساعة الصفر التي أعلن عنها خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة، ما دعا الناطق باسمه أحمد المسماري للخروج في لقاءات ومؤتمرات صحفية لتبين ماهية تلك الساعة وأبرز أهدافها ونتائجها. التقرير التالي والتفاصيل. على تخوم العاصمة طرابلس كشفت البيانات عن وجهها، فيها تعلن ساعة صفر لحسم عسكري تعثر ولم يأتي. دق ناقوس التصعيد، لكن تلك الساعة تسمرت حين وجدت قبل 9 أشهر، ليضطر بعدها الناطق باسم حفتر أحمد المسماري لتبيان معاني ساعات الصفر لغة واصطلاحا، وهي التي ما فتئت قيادة قواته إعلانها في خضم تلك الأشهر. أصدر ساعة الصفر للانطلاق في مرحلة الحسم، وهي مرحلة هامة جدا. مرحلة الصفر لا تعني التحرير ولا تعني أن المعركة انتهت، لا تعني بدء مرحلة الختامية أو النهائية في الحرب في المعركة بالكامل، وهذه قد تستغرق بعض الوقت على حسب الموقف. 72 ساعة كانت كفيلة بكشف غبار التضليل الإعلامي والتحشيد الزائف، وبدت حينها القوات المعتدية أبعد من الاستطاعة على السيطرة. سيطرت وتقدمت واستحوذت، كل ذلك في محاور الشاشات والتواصل الاجتماعي. فلما يطلق حفتر إذن ساعة الاقتحام الواسع الكاسح كما أسماه، وقواته لم تسيطر على محور أو منطقة قتال واحدة حتى الآن في العاصمة؟ وما دام حفتر قد حسم أمره تجاه الخيار العسكري، فالمدد والتجهيزات ستتواصل تباعا من المناطق العسكرية التابعة لحكومة الوفاق. فالأرتال أرسلت والنفير أعلن والتعبئة العامة خيار القوات المدافعة عن حصون عروس البحر. ربما كان ذلك النفير والتجهيز عوامل عجلت من ظهور المسماري ليبرر انكشاف زيف أيام الحسم، زيف لا تنفك قوات الجيش في فضحه
بل وإحراز نقاط في محاور عدة ضاربة الساعة بحائط الجمود محبطة نصرا كان حفتر وداعموه يطمحون إليه. بهذا نصل إلى الختام وإليكم أبرز العناوين. 4 أعوام على توقيع الاتفاق السياسي وبانوراما تفرض تغطية حول الذكرى خلال يومها الإخباري. بن سودة تحذر حفتر من هجومه على طرابلس وتطالبه بتسليم الفلي المطلوب للجنائية الدولية. الجيش يصد هجوما لقوات حفتر مدعوما بمرتزقة روس في محاور جنوب العاصمة طرابلس. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.